مين الاستاذ عايز يرد الاول وانا هعقب بعديه على نفس هذا السؤال. يعني احنا التيار الشعبي، انا اتحدث عن التيار الشعبي، عن موقف التيار الشعبي. موقف التيار الشعبي واضح، احنا نرى ان ثوره 25 يناير طلبت منذ اللحظه الاولى حكم للثوره، وحكم للثوره فهمنا بحسب الاهداف اللي طرحت في 25 يناير وتجددت في 30 يونيو هو حكم مدني. احنا بنتكلم عن رئيس مدني للثوره، ده خطنا الاساسي. مسألة ترشح الفريق عبد الفتاح السيسي رأينا فيها واضح، رأينا انه انحاز بدوره الوطني 30 يونيو لإرادة الشعب المصري، رأينا انه الأفضل له كشخص أولا وللجيش كمؤسسة وللثورة ولهذا البلد انه يبقى في هذا الموقع. مسألة ترشحه من عدمه ده قرار هو يحسمه، لما يحسمه احنا قناعتنا حتى هذه اللحظة انه يلتزم بما قاله من قبل وأعلنه انه لا يطلع لا يسعى إلى الصوت، ده حتى هذه اللحظة. إذا هو غير رأيه ده أمر هيدرس في وقتها، لكن في كل الأحوال ده واحد من اعتبارات عديدة، مش الاعتبار الرئيسي في مسألة مع من سنقف في الانتخابات. في كل موقف يبقى له حساباته بالتأكيد. أنا دلوقتي مش بقول إن إحنا لن نترشح في حالة ترشح السيسي، ولا بقول برضو إن إحنا في كل الأحوال سنترشح ضد السيسي. اللي بقوله إن إحنا رأينا الأصلي هو إنه في مرشح مدني للثورة دي الأولوية وده الاختيار الأصح. لما يبقى في مرشحين رسميين للانتخابات ومن بينهم الفريق السيسي وقتها هنبقى نشوف موقفهم.